كم لاله واش راكم مبروكه؟ الله يبارك فيك اخويا. انا كنشوف كاين اقبال كبير على الوجبات الجاهزه وخاصه بالسطيله ديال الحوت. هي راه اقبال على كل شيء ماشي غير بسطيله الحوت، ولكن انا كما قلت لك يعني انا تنشوف بالنسبه للناس اللي خدامين اللي عندهم زعما الدراري اللي عندهم الله يكون في العوان سي با فاسيل، راه ممكن يجيو يتداولوا، ولكن بالنسبه لي انا كامره جالسه في الدار كنفضل نخدم بيديا ونحط كل شيء بيديا، ما عرفت راسي حتى ناكل. ضروري. ولو زعما كيكون واحد الاقبال على واحد المحل. الاقبال يعني ما عندهمش الاختيار. ما عندهمش البديل، ما عندهمش لو طون اللي غيديروا فيه داك الشيء، إذا اوبليجي. كيكون واحد خدام معاش. إلي اوبليجي. ما يكونش. الأثمنة مثلا البسطيلة ديال الحوت 13 درهم. شوف الأثمنة ما نهضروش عليها، لأن بيسكو كل شيء طالع ما تقدر تحكم على حتى شي حاجة. ولكن البسطيلة 13 درهم مش طالع. وبالنسبة للحوت راه غالي. يعني وفيت خديتي هنا؟ لا. انا كنصاوب داكشي في داري. كتشوف لما شريت لا كناخذ لي باتيسري داكشي اللي العادي، ولكن بحال هادشي زعما تنخليه للناس اللي هما ما عندهمش الوقت وما عندهم خدمه وعندهم هادوك جات معاهم. وبالنسبه للمراه اللي جالسه في الدار انا تنظن ما كاينش ما احسن، تعرفي ولادك اش تياكلوا راجلك اش تياكل وكلشي اش تياكل، يعني شيء عادي هادشي اللي كاين. يعني انت ماشي ضد الناس اللي مثلا كيجيو كيتغداو؟ لا 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 جو سي با كونتر، لان الله يكون في العوان. وصايب او جاني الشهيوات راه كتكثروا يعني في رمضان راه العين اللي كتاكل راه ماشي الكرش، راه العين اللي كتاكل راه كتحط كلشي في الطبله ونصو كيبقى، يعني باش تفهم بان العين اللي كتاكل. كاين شي اسر اللي ما عندهمش هذه القضيه، لا لا تعمر وكتحوى كامله. لا ولكن الا كان النص غيطيح في الطرد الزبل وواحد اخر ما لاقيش ما ياكل ماشي حرام؟ واش كاين هذا الشيء؟ اها كاين اها في الاحياء الشعبيه مثلا. في الاحياء الشعبيه الا قلبتي راه غتلقى الناس اللي ما لاقينش باش يتفطروا. وعوض ما غتمشي انت دير بها قهوه ولا دير فادي غتمشي تشوف انت واحد العائله اللي ما لاقيهش ما تاكل، وهذيك صدقه جاريه احسن لك 100,000 مليون مره. باقي هذا التضامن اللي ربما عاشوه خويا؟ حنا بعدا باقي عندنا هنا في المدينه القديمه باقي باقي الناس اللي كتعرفوا ما عندوش ولا دي هذا وهذا كتروح عليه، يعني عادي. ويمكن ما تحطش طبلتك انت حتى تعطيه هو الاول عاد تقز تفطر عادي، يعني الحمد لله هذه عطانا نعمه عطانا الله الحمد لله عليها وكنشكروا بان باقي بيناتنا تازر، باقي بيناتنا يعني ديك الاجواء ديال رمضان سواء العائليه او لا واش باقا كيفما كنت شحال هذه؟ لا لا تخيلي انا شحال من واحد كيقول هذه القضيه؟ لا لان ما الانسان من الاحسن ما يكونش منافق يقول لي كاين. انا مني مات جداتي كانت قالتها لي ما تساليش 10 سنين، قالت لي بنتي ما غاديش تعاود تجمعوا الركيزه الكبيره غتمشي انا غادي نمشي يعني غنتدفن راسي فيني. علاش؟ لان ما بقاش الحب، ما بقاش الخوت يموت على خوه، الاخت تموت على اختها. لا سيدي علاش غنشد؟ راه غنشد على راسي في حفره ماشي دابا، ولكن لما تحبيتش انا وياك دابا انت خويا وتموت عليا ونموت عليك وتقاتل معايا ونطلع انا وياك ونتجمعوا وناكلوا ونشربوا ونضحكوا ونديروا فوقاش تنموت عاد تجي تبكي عليا بلاش؟ علاش ضاعوا ذوك الايام مجموعه؟ ويا ليت مر الموت عاد تقول يا ريت. مثلا في رمضان وفي الاعياد هي ربما الفرصه فين كيتجمعوا، هذه هي الفرصه في التسامح، فرصه ديال الحب، فرصه ديال الواحد يعاود يغونوفلي لي بابي ديالو ويعاود يقادهم ويقوم داكشي اللي كحل يحيدو ويخلي داكشي اللي غادي في الغوز وغادي في الابيض وباش ترطاب القلوب وعاود يتجمعوا. ولكن المشكله كتلقى راسك انت انك كدير هادشي وكتلقى واحد اخر انت باللقمه الفمه وبالعود العيني كيفاش بغيتي تتواصل معاه؟ يلا شفتي تعيط تتشوف راسك كتقول له ربي حبيبي انت كتشوفني راني بغيت صله الرحم ولكن مع من؟ شكرا لك وعلينا. العفو خويا وعلينا وعليك بالصحه والسلامه انتما. نوره شرفينا خويا الله يعاونك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.